صباح الخير، صباح النور، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة على قناتي المفضلة قناة الصحة والجمال. صباح الخير على كل مشاهدين ومتابعين قناة الصحة والجمال وبرنامج دردشة سريعة. النهاردة حلقتنا مع الأستاذ المحاسب عصام الكومي، كان معانا في أول حلقة وعدناه ان احنا هنكمل مع بعض، ونظرا لضيق الوقت في اول حلقه ما قدرناش ان احنا نكمل معاه ونتناقش معاه مواضيع كتيره. فالنهارده ان شاء الله باذن الله ضيفنا المحاسب عصام الكومي الخبير السياحي والاقتصادي. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. ده نورك، وسعيد ان في لقاء تاني مع حضرتك. والله انا اللي اسعد، لان كان نفسي اكمل الحوار. كان في حوارات كتير، في كلام كتير كنا عايزين نتكلم فيه ما لحقناش. ربنا كريم ان شاء الله. الحمد لله، شكرا. ونقدر نوفي الموضوع حقه النهارده. الحمد لله، شكرا لله، ان شاء الله باذن الله. وعنوان الموضوع ايه؟ برلمان 2020. شكرا. جاهز؟ جاهز. استاذ عصام حضرتك طبعا منورنا. ده نورك. وانا سعيده جدا ان حضرتك موجود معانا النهارده في الحلقه. شكرا لحضرتك. استاذ عصام، حضرتك اخذت قرار بعدم خوض انتخابات 2020 لمجلس النواب، ممكن المواطن الغرباوي يعرف ايه السبب؟ طبعا حق المواطن الغرباوي انه يعرف السبب، وخصوصا ان انا كنت اعلنت ان انا هرشح نفسي في الانتخابات، ولكن كنت معلق هذه الخطوه على شرط او على شرطين. الحقيقه الشرط الاول هو ما بعد انتخابات مجلس الشيوخ، يعني الاول كده كنت عايز اتفرج على اللي هيحصل كبروفا لمجلس النواب. يعني انا اعتبرت انتخابات مجلس الشيوخ هي بروفا للي هيحصل في مجلس النواب، فانا قلت بعد انتخابات مجلس الشيوخ واشوف ايه اللي هيحصل كده والدنيا ماشيه ازاي. هي نفس التقسيمه. انا هقول لحضرتك لانه انا ليا بس حته لازم اوضحها لحق المواطن الغرباوي اللي متعلق بشخص العبد لله، واللي كانوا بياملوا فيه خير يعني، وكانوا متعشمين. فلازم اوضح الصوره بحيث ان هو يقتنع انا ليه عدلت عن الدخول في الانتخابات. وكان الشرط الثاني حضرتك انه تقسيم الدوائر، كنت مستني برضو معلق الدخول او عدم الدخول لتقسيم الدوائر. تقسيم الدوائر طبعا لما بعد انا اسف اذا سمحوا لي، انا اسف يعني فضل. بعد المهزله طبعا اسف جدا لكل الاصدقاء والاحباب، وطبعا ناس كتير كلها مش في طنطا، في جمهوريه مصر العربيه بالكامل. بعد المهزله اللي حصلت في انتخابات مجلس الشيوخ، وقد يكون لها مبرراتها اللي هقولها. لا، الاول اعرف ايه المهزله. المهزله انه ايه المهزله اقول لحضرتك المهزله هضم حق المقعد الفردي. يعني ما ينفعش ابدا ان انا، حتى مش المقعد الفردي بس، ان انا اجد انه كل اللي ناجحين من القوائم، وقد يكون ماشي لان القوائم بتحشد ولها اعدادها ولها اصواتها ينجحهم، لكن كمان اجد انه المقعد الفردي، الخمسه بتوع المقعد الفردي في محافظه الغربيه ينجحهم كمان على القوائم، يعني القوائم نجحهم خمسه والخمسه الفردي كمان نجحهم، والعشره كلهم من حته واحده، من مكان واحد. طبعا انا كلام الناس كلها عارفاه طبعا، من حزب واحد. فيعني ده احنا بنتكلم عشان بس نعرف الساده المشاهدين، احنا بنتكلم عن محافظه الغربيه، عن مدينه طنطا. طبعا انا بتكلم عن الغرب، مش بنعمم على جميع المحافظات. لا احنا لا، انا ما اعرفش الا الغربيه. وطبعا وان كان ناس كتير اتكلمت طبعا على الفيس وقالت، وطبعا معروف طبعا، ولكن ده هنا لازم علامه استفهام وتوقف. هل اللي هيحصل ده هو ده اللي هيحصل نسخه منه؟ طبعا الشك والريبه. يعني سعيد، حضرتك اللي حصل في مجلس الشيوخ يحصل برضو في المجلس ده؟ مليون المية، واكيد ده اللي هيحصل وده اللي هيحصل. تمام. الموقف الثاني، اللي زعلني جدا، انه لازم نفرق يا جماعه ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مجلس الشيوخ اعضائه استشاريين، لا بياخدوا قرارات ولا بيحاسبوا حكومه ووزراء. طبعا استشاري طبعا. يعني سيادة الرئيس لما يكون عنده مثلا مشروع زي ما او موضوع زي ما قرار سد النهضة يتناقش، يقوم بعته لمجلس الشيوخ. هو معمول عشان كده القرار استشاري، يتناقش في مجلس يعني عشان الشيوخ. يبقى اعضاء مجلس الشيوخ كلهم مستشارين للرئيس وللحكومة في ابداء الاراء، والمفروض انهم ناس متخصصين.
يعني هيفيدوا بآرائهم. وده عايز افرق ما بين مجلس الشيوخ انه استشاري وليس الزامي وليس محاكم وليس له حق انه يجيب وزير يستدعي وزير او يحقق مع حكومه او يناقش موازنه او يرفض قرار او يشرع قانون. طب حضرتك شايف قوه مجلس الشيوخ اعلى من قوه مجلس النواب؟ لا لا لا، هو مش قوه يا فندم، هو مش قوه، هو مجلس استشاري للحكومه وللرئيس. مجلس استشاري وده كويس. يعني مفيد للمواطن اكتر ايه؟ لا هو مفيد للمواطن في حاله انه اذا كان الناس اللي دخلت ناس متخصصه. يعني انا كنت اتمنى، انا شخصيا طبعا الكلام ده ما اعرفش، طبعا انا مش عايز اقول كلام لانه معظمهم ناس معارف واصدقاء وحبايب وكل حاجه، ولكن كان ايه اللي يضرني انا ان احنا كحكومه حتى وكدوله ان احنا نعين، وانا اقول لحضرتك نعين مش انتخابات في مجلس الشيوخ. ان انا اعرفهم معرفه شخصيه واللي نجح وانا اعرفهم، يعني حتى لو تمام عارفيني بالاسم انا اعرفهم بالاسم. تمام. بس احنا ما بنناقش، ما بنتكلمش عليهم، احنا بنناقش. انا مش بتكلم على اشخاص. لا انا بس انا بوضح برضه عشان بتتكلم. فاحنا انا بتكلم في نقطه، احنا بنوضح مع احترامي لكل الشخصيات. احنا بنتكلم على حاجه كتوتال. لا انا اقصد ايه، انت حضرتك راجل متخصص في الاعلام، انا محتاج عندي وزارة الإعلام، ومحتاج لحد متخصص في الإعلام يبقى موجود في مجلس الشيوخ علشان لما يبقى فيه موضوع عايز يتناقش من ناحية مثلا الإعلام في مصر شكله إيه، حضرتك راجل متخصص هتقول لي والله الإعلام في مصر دلوقتي كذا كذا كذا، علشان أطوره يبقى 1 2 3 4، راجل متخصص. أما واحد تاني معلش يعني راجل مدير بنك ولا راجل أيا كان تخصصه هيتكلم في الإعلام؟ هيتكلم يقول إيه؟ كل واحد يعني ليه كارير بتاعه. بالظبط كده. أنا كنت أتمنى إن مجلس الشيوخ يكون بالتعيين، بمعنى إن أنا أشوف التايتلز اللي عندي إيه؟ الاقتصاد محتاج لمثلا 10 اقتصاديين على اعلى مستوى، محتاج للطب اجيب اعلى علماء في الطب 10. لا ثواني هنا بقى، عشان اوضح اكتر بقى. أيوة. حضرتك يعني مش كنت عايز، كنت اتمنى انه يبقى بالتعيين وليس بالانتخاب، عشان يبقى مجلس استشاري بجد يفيد البلد بجد، لان هو اصلا استشاري للاستاذ الرئيس وللحكومه وللبلد وللشعب المصري. كنت اتمنى ان هو يتم عن طريق التعيين والاختيار، عن طريق ان انا السي في بتاعي طبعا، ويبقى عندي مثلا علماء متخصصين في الموارد المائيه، بحيث ان لما نيجي نناقش مشروع النهضه ما يبقاش الوزير بس اللي بيتكلم واخد بال حضرتك، لا ده عنده كمان ينبعت الموضوع لمجلس الشيوخ. فمجلس الشيوخ في ناس متخصصه عاملين لجنه بتاع الموارد المائيه يقولوا والله لا الاثار المترتبه كذا 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 والموضوع. قبل ما اقفل النقطه دي، انا يعني هو انا بتكلم، انا كان نفسي في نقطه ثانيه بصراحه. اتفضل يا فندم. وكان نفسي ان انا اتكلم فيها، ودي من حقي ومن حقك طبعا ومن حق الدنيا كلها. هل مثلا انا هتكلم باسلوب بسيط جدا، لان انا بخاطب جميع الفئات. تمام. فهتكلم باسلوب بسيط جدا. تمام. يعني انا مثلا لو انا اشتريت المج ده، فبعد ما اشتريته حسيت ان هو مثلا في دفايات، مش من حقي ان انا ارجعه؟ طبعا من حقي ان انا ارجعه. طبعا. طب انا يعني انا نفسي يكون في قانون ان النائب بعد نائب ايه؟ شيوخ ولا الشعب ايا كان، ولا النواب او النواب عامه. ما عشان كده دي النقطه الثانيه اللي هتكلم فيها. النواب ان بعد سنتين لو مثلا ما كانش المواطن في الدايره عنده او المواطن عامه مش راضي عنه، بعد السنتين دول يتسحب منه. ده انت مش ناوي كده بره ليه؟ لا ده اولا ما انا كنت اقترح حضرتك انه معلش الدايره، حضرتك راجل مرشح نفسك للانتخابات مجلس النواب ونجحت تمام كده، عن الدايرة الفلانية، عن دايرة طنطا والمركز. خلاص أنا جيت وكان البرنامج بتاعي كذا 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 وهعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، وبعدين أخفقت وبالتالي ما أقنعتش المواطن في الدايرة عندي إن أنا أستحق صوته. صح. طب يفضل 5 سنين كابس على نفسي؟ ده أنا بتكلم فيه. ما هو أنا كنت اقترحت بعد فيها. سنة مش سنتين. لا سنتين أصل سنتين مش هتفرق. محدش يقدر يحقق التارجت بتاعه. ولكن الاليات مين اللي مين من حقه؟ محدش يقدر يحقق التارجت بتاعه في سنه. مين من حقه؟ ده راجل منتخب. مين من حقه؟ لا يتشرع قانون، انا قصدي لا مش يتشرع قانون، ما حدش هيشرعه طبعا، مش اعضاء النواب هم اللي هيشرعوا قانون انهم يتشالوا. ما ينفعش. واخد بعدك؟ فكان هنا اعضاء الدايره اللي جابوه يبقى من حقهم ان انا اجمع مثلا 10,000 صوت
في الدايره 15000 20000 صوت انه ده لا يصلح انه يمثلنا. انا بتكلم كده ليه؟ هو يعني الاليات بقى بتاعت شيلو جدا ان هو فعلا يخدم، لان معلش مع احترام يعني مفيش حد مقتنع على وجه الارض بـ بـ ما انا عشان كده بقول لحضرتك عايزين نفرق ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مجلس الشيوخ استشاري تعظيم سلام، فكان له نظام علشان اقدر استفيد اعلى استفاده من الشخصيات او النواب بتوع المجلس مجلس الشيوخ. ننقل على مجلس النواب. مجلس النواب جاي بالانتخاب، ده جاي بالانتخاب، ومجلس النواب من حقه انه يشرع القوانين او الاليات بتاع النائب انه يشرع القوانين، يحاسب الحكومة، يحاسب الوزراء. لو مجلس النواب خد قرار بأنه يشيل الحكومة، سحب الثقة من الحكومة، يشيلها. شوف يعني مدى الخطورة. في بعض القنوات اللي هي طبعا بتهاجم من ورا الشاشة، اللي هي كانت بتدعي لبعض المظاهرات والحاجات دي، ولا من ورا الشاشه، من قدام الشاشه، من قدام الشاشه. لا انا ده مش شجاع اصلا، انت تتكلم مع احترام يعني. انت تتكلم وانت قاعد في بلد غير البلد، تمام، ده وتدعي المظاهرات ودي الحاجات دي كلها، وانت بتهدم بلد يعني، انت بتهدم بلد. راي حضرتك ايه في الموضوع؟ هي الخيانه فيها راي. الله يفتح عليك. بكل بساطه جدا، الخيانه فيها راي. عدم الوطنية وعدم الانتماء محتاج لتبرير؟ لا، عشان كده بقول لحضرتك انا اسف يعني البعيد، يعني انت لو راجل محترم، لو راجل عندك عقيدة، راجل مقتنع بشخصيتك، ما انتش ضعيف، ما انتش جبان، ما انتش خاين، راجل بتحب وطنك، فاهم دينك صح، لو انت بتدعي الايمان وانك راجل متدين، عبر عن نفسك. دي عقيدة يا حبيبي، دي عقيدة. ولو ما كنتش هتحارب عن عقيدتك طالما انت راجل صاحب عقيده، لكن 90% منهم، 90% منهم حراميه، يعني حراميه. 90% بيستغلوا الدين، ال 10% مغرر بيه. الشباب اللي لسه اخضر اللي بيطالع بيحب دينه، ليه؟ احنا فاكر حضرتك لما اتكلمنا عن التطرف وقلنا زي ناحيه يمين وناحيه شمال؟ مسطره بالظبط كده، فاكر المسطره بالظبط؟ بالظبط، زي ما في ناس بتشوف البادي والاستريتش والخلاعه والضياع، شباب طالع بيحب ربنا، فبيشوف المناظر دي ومحدش بيقول لهم انتوا فين؟ يا بلد انتوا رايحين فين؟ هتضيعوا البلد، يقوم على طول ينقلب للضد، لانه ما عندوش الميزان اللي يحكم بيه على ايه الحق وايه الباطل. ما عندوش الميزان اللي يخليه في الوسط، يعرف امتى يوجه، يعرف امتى يقول الكلمه الطيبه، يعرف امتى لما ينصح. ربنا قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القران: وجادلهم بالتي هي احسن. فينقلب للضد، ما يعرفش دي او ما تعلموش. دول ناس بيستغلوا ال 10% من الشباب اللي هم مندفعين دول عشان يحققوا اغراضهم، فبيلعبوا زي اللي ماسك عرايس بالحبل من فوق الستاره، هو مش باين، انما شايف التاني اللي بيلعبه، الجمهور شايف اللي بيلعب انما مش شايف مين اللي بيلعب. فدول ناس غير مؤتمنين، الناس ما عندهمش دين، ما عندهمش ولا عقيده، وطبعا الكلام معروف يعني، في كلام كتير قوي. حسب عصام القومي جدير بالذكر ان هو امام وخطيب في جامعه مسجد فاطمه الزهراء، مسجد فاطمه الزهراء في طنطا، ويوم الجمعه هو الوحيد اللي بيلقي الخطبه. بقى طبعا عندك قمه في السعاده بسبب فتح الجوامع والمساجد، ورجعت تاني تلقي الخطبه. شوف حضرتك، انا الخطبه عندي زي السمكه اللي عايمه في الميه. لا انا بس بعرف في الساده المشاهدين حضرتك راجل دين يعني. لا انا ضد كلمه راجل دين يعني. لا بتفهم في الدين وعارف الدين وعارف اسس، والحمد لله دارس، رغم ان انا راجل محاسب وبشغل بس في السياحه في الحج والعمره عشان ما يطلعش حد برضه من اللي بيصطاد. لا يعني اصل انا متعود على السناره اللي بتصطاد. بتخطب اتفضل يوم الجمعه طبعا، وفي وبدي دروس ومحاضرات وندوات دينيه، وليا ناس معايا على الصفحه بالظبط كده يعني، استرشدوا برايي الحمد لله ما شاء الله يعني. انا من الناس اللي بحب ارجع لحضرتك برضه، ربنا يبارك فيك. فبعرف ان الساده المشاهدين اللي بيتكلم عن برضه، لا انا هختم الحته دي حضرتك بموقف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي هو طالع من مكه بكى، وهو مهاجر من مكه بكى، وبص للكعبه وبص للمكة ولجبال مكة
وبكى والله إنك لا أحب بولاد الله إلى قلبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. عليه الصلاة والسلام. صنفها وطنية، صنفها عقيدة، صنفها إيمان، صنفها رجولة، ما عدا ذلك خبث وجبن وضياع وعدم إيمان، وقول اللي أنت وقول وخيانة، سمي اللي أنت بعد كده، ده اللي يمشي بقى غير كده. اللي أنا أعرفه قدوتي مين؟ سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قدوتنا جميعا. أنا طبعا بتكلم باللسان أقصد، أنا كرجل مسلم مين قدوتي؟ سيدنا النبي. عشان أتكلم في السياسة أتكلم سيدنا النبي أبو السياسة، اللي الناس اللي بيتكلموا بيقول لك لا سياسة في الدين ولا دين، مين قال الكلام ده؟ إحنا مقولة في منتهى الخطورة، ما فيش حاجة اسمها كده. الدين جه علشان يعلمنا ناكل ونشرب، يعلمنا إزاي نتكلم، إزاي نحتوي بعض، ازاي اسمعك وتسمعني، ازاي اقبل الاختلاف وليس الخلاف، ازاي صوتي ما يعلاش، ازاي اعرف اسمع كويس عشان اعرف افهم انت بتقول ايه، حاجات كتير حاجات كتير. فيكفينا ان قدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تكلمنيش على الجبنة، نطلع فصل بقى، ما تكلمنيش على الخيانة، ودول معروفين، دول سكتهم، طالوا او اسرهم هيتقطع رقبيهم، ما كانش في الدنيا في الاخر. نطلع فصل ونتواصل مع المحاسب عصام الكومي. ورجعنا لكم تاني مع المحاسب عصام القومي في الحوار الشيق، وان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظنكم. ايه استاذ عصام، طبعا حضرتك ذكرت في انتخابات مجلس الشيوخ ان في مهزله حصلت، كل ده طبعا بيعمل فجوه ما بين المواطن والحكومه. ليه في فجوه ما بين المواطن والحكومه، والخطا عند الحكومه ولا عند المواطن؟ ايه اللي جاب الحكومه هنا؟ انت بتاخدين الحته كده، انت تبع مين؟ انا ما جبتش شيت الحكومه، انا اتكلمت في مهزله حصلت في الانتخابات بتاعت مجلس، وقلت حضرتك لو حضرتك خدت بالك قلت ان القوايم والفردي نجحوا من حزب واحد. فهنا الحوار ما بقى بين حزب واحد وما بين الشعب بالكامل. احنا رجعنا تاني لنظام الحزب الواحد، وده مؤشر الخطر اللي انا كنت عايز اتكلم عليه. احنا رجعنا تاني لنظام من اجلك انت، وطبعا الناس كلها عارفه مين الشعار بتاع من اجلك انت، واحنا بنعيده تاني بنكرره تاني. ما ينفعش ان انا اخلق فجوه بيني وبين القاعده العريضه بين الناس والشعب. انت كلام حضرتك هنا بعيد عن الحكومه خالص. الموضوع مش ماليش دعوه الحكومه، على فكره مالهاش علاقه الحكومه. الحكومه عشان برضو انا هقول كلام، انا عايزك توضح النقطه. عايز اوضح نقطه. يعني بامانه الله، تمام، بامانه الله، تمام، وكلام اتحاسب عليه يوم القيامه، انه الرئيس السيسي له هدف. اولا رجل نظيف اليد، طبعا انا هقول الكلام والمطبلاتيه وهيطلعوا يزمرهم، انا لا لا وانا 62 سنه فضل الله، يعني لا بدور على منصب، وكنت هنزل الانتخابات قلت مش نازل الانتخابات، يعني ما بدورش على لا مصلحه ولا منصب ولا حاجه خالص، ولا يلزمني ان انا فلان يرضى عني ولا فلان ما يرضاش عني ولا الكلام. هذا الرجل وطني من راسه لرجليه، لان احنا شفنا غير الوطنيين، شفنا عملوا فينا ايه. عايزين ايه؟ المنحه يا ريس اصرف لهم يا ابني. انت بتصرف منين؟ اصرف لهم يا ابني منين؟ بتصرفوا منين؟ من حقي وحق عيالي، ما انتوا ضيعتونا اهو. لا كان طرق ولا كان كده. الناس زعلانه من الطرق والكباري، لسه هيجي الكلام. يعني الراجل ده نظيف اليد، ما قلناش بقى انه مرتشي وفي قصور وفي حاجات اللي بتتعمل وديكورات بتتعمل، واشتروا الملابس مش عارف منين، والاثار الانتيكات بتتحط في القصر بتتحط منين. طبعا كلام كله معروف للناس، مش حاجه جديده. فانا ما بخافش من حد، وفي نفس الوقت بكل احترام وبكل ادب ولا بتعدى حدودي. فعايزين نفرق، عايزين نفرق ما بين ان الراجل ده له هدف وله رؤية، واخد الحكومة مكربجهم معاه، وكلنا بنشوف عامل ايه في الوزراء، والله مش هحططهم، يكاد الوزراء دول ما بيروحوش بيوتهم تقريبا، يعني الا من رحم الله. يعني في اخطاء، ما فيش بني ادم، احنا طالما بشري ما في اخطاء. انا عايز احكي ان في اخطاء. انا يا فندم انا يعني انا عايز افهم، احنا بشر ولا ملائكة؟ لا احنا بشر. الله ينور عليك. البشر كله ابن ادم، هرجع تاني للاصل، كله ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. مش عيب ان انا اغلط، امال العيب ايه؟
ان انا استمر في الغلط، وان انا اقول لك ان ده غلط فما تسمعش كلامي، هنا الكارثه. زي ما كان وطن من طين وطن من عجين. ده هيوصلنا لنقطه ثانيه، سؤال ثاني اساله ولا استنى منك كمل؟ لا حضرتك بس اديني لحظه واحده. ماشي. فهنا شتان ما بين انه الرئيس السيسي له هدف وله رؤيه، واخد بال حضرتك، واخد الحكومه معاه، وبعدين بقى شايف ايه؟ شايف ان احنا بنعك ومصممين نعك، وبنعمل في بعض عمايل، الكلام ده طبعا ما حدش هيقوله، انا بقى بقوله، وبنعمل في بعض عمايل يعني كلنا حاطين ايدينا في جيوب بعض، كلنا بنغتاب بعض، كلنا بنشتم بعض، كلنا بنسرق بعض، الا من رحم الله. كل يقول نفسي. رجعنا تاني، يعني احنا معناها ان احنا مصممين نقول ان كل واحد مش هيمشي الا لما يكون فوق راسه واحد يراقبه يقول له غلط وده صح؟ مصممين؟ لا. الشعوب يعني اللي نزل عليهم القنبله الذريه عملوا ايه في بلدهم؟ قفلوا على نفسهم. قفلوا على نفسهم. وبنوا البلد. ما اصبحوا مين؟ اصبحوا اليابان. اصبحوا النمور الاسيويه. الناس دي ما بتهرجش. الناس دي كانوا بياخدوا اجازه جمعه وسبت، قالوا لهم لا احنا متنازلين، احنا هنروح يوم السبت وبدون اجر، مش عايزين اجر، احنا متبرعين باجرنا اليوم ده لصالح بلدنا عشان نبني البلد. في التزام. لا في التزام. مش التزام بس يا فندم. في حب للوطن. بلدي. في حب للوطن. ولادي، احفادي اللي هم هيطلعوا. انا بعمل للمستقبل بجد. انا فاهم ولا احنا عمالين نحارب نفسنا؟ الراجل وزير التعليم، شوف انا هقول برضو كلام ناس كتير جدا غضبان عليه، بس اقسم بالله اللي بيحصل ده غير مسبوق وبيحصل في العالم كله ومتطور، وجايبين احدث حاجه احنا مش مستوعبين ومش عايزين نستوعب. في اخطاء ما لحقوش المدرسين تعلموهم وتدربوهم وبدينا العام الدراسي. معانا مدخل. المدرسين دي. المدرسين نعم. معانا مدخل ممكن؟ اتفضل. الو. ايوه. مساء الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. مين يا فندم؟ اتعرف بحضرتك. معاك محمد من القاهرة. من القاهرة؟ يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمد. والله انا شايف ان الخبير بيتكلم صح، وان فعلا يعني لازم يكون في احزاب مش حزب واحد، يعني شايف انا معاه جدا في الكلام ده. شكرا لتقدير حضرتك، وربنا يولي من يصلح. امين يا رب. ان شاء الله. يا رب. شكرا لمداخلتك. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لمداخلتك. شكرا لمداخلتك يا فندم. كمل يا استاذ. فالموضوع ما بقاش هنا احنا بينا وبين بعض، الموضوع مش حكومه خالص، الموضوع احنا كناس، احنا كشعب، هل احنا عندنا استعداد حقيقي ان احنا نتغير ونتطور؟ يعني اضرب لحضرتك مثل الاسمرات لما وصل للرئاسه وللحكومه ان الناس خدت الشقق بتاجرها وبتبيعها. الله، يعني يا جماعه احنا عمالين ننحت عشان نجيب فلوس ونعمل المساكن دي ونجيب لكم فيها غسالات وبوتاجازات ونجهزها وسراير ودواليب عشان حضرتك ما تعيش في العشوائيات ومكان الزباله والمجاري اللي ضاربه تحتك دي، ننقلكم النقله دي عشان تعيشوا كادميين وناس محترمه. تقوم حضرتك اسلمك الشقه بعد ما امشي تروح تاجرها؟ ينفع؟ لا طبعا. ده طب دي الحكومه ولا الشعب؟ احنا ثقافه، احنا عندنا ثقافه، احنا عندنا عندنا النمط التعليمي او نمط التربيه، مش التعليمي، نمط التربيه منعدم. احنا اذا كنا بنتكلم في التعليم وتطوير التعليم كانت الوزاره اسمها وزاره التربيه والتعليم، مش التعليم بس. اين التربيه اذا كنا بنطور التعليم؟ التربيه قبل التعليم. اين التربيه؟ طب هنخش في نقطه بقى كده، يعني قانون المصالحات رأي حضرتك فيه، هل كان ضد الدولة ولا كان في الوقت المناسب؟ أنا هبتدي من الآخر للأول. قانون المصالحات دلوقتي اللي بيتم فيه وبعد التخفيضات تلو التخفيضات تلو التخفيضات. أنت بتتكلم من الآخر. ما أنا بقول لحضرتك أنا ليه؟ عشان أوضح الهدف. علشان برضو الناس اللي مش مستوعبة والمصممين يزعلوا ومصممين يهاجموا. لأنه كل واحد بيدور على نفسه، اللي بيزعلان ده بيدور على نفسه مش بيدور على البلد. صح، في ناس متضررة كتير اتضرروا يا فندم. أنا في ناس غلابة كتير، في ناس معهاش كتير، في ناس تحويشت عمرها اللي كان مسافر بره وجي خد شقة. طيب ما القانون طلع قال لك إيه؟ أنا ماليش دعوة بأصحاب الشقق، أنت اشتريت أف شقة في عمارة ملهاش رخصة. أنا كان الأول لما طلع القرار قال لك لا أصحاب الشقق هيدفعوا،
دلوقتي لا اصحاب الشقق مش هيدفعوا. اتغير القرار. عشان كده بقول لك حضرتك لازم ابتدي من الاخر ليه عشان اوضح. وبرده صدر قرار ان ملوش مأوى ما ينزلش البيت بتاعه. وفي حاجه ثانيه كمان حضرتك صندوق مش دعم مصر، الصندوق الثاني اسمه بيعلنوا عنه دلوقتي، اللي هو حضرتك هيقوم ب 150 مليون بدفع 150 مليون غرامات تصالح لذوي للناس اللي هم غير قادرين وعندهم فعلا بعد دراسه الحالات. انا بتكلم فيه يعني في ناس غير قادره على دفع مين اللي بياخد الحلول دي مش الحكومه؟ الحكومه. ليه؟ لانه ما كانش الهدف ان انا اذيك كشعب، ما جيش عليك كغلبان، مش ده الهدف. انا كان لازم اضرب في الكرباج من الاول عشان الفطاحل والحراميه واللي مسيطرين على اراضي الدوله واللي سرقوا الاراضي بالفدادين بمئات وبالاف الفدادين، واخد بال حضرتك؟ كان لازم اقوم عامل ايه؟ اقوم عامل التحزيم الاول. انت عارف حضرتك التصوير الطيران في 2017 يا احمد بيه، تصوير الطيران لمصر كلها للاراضي كلها، مصر كلها اراضي كتيره مختصبه واراضي زراعيه من 2017 مختصبة. وبالتالي انا واحد من الناس اتخضيت لما شفت منظر الخصوص. انت حضرتك انا اتخضيت، ما انا بقول لحضرتك اهو المنظر كان فعلا وانت عندك العشوائيات قد ايه ده كله ده. طب طرح النهر لما يجي الفيضان ويعدي وناس كتير هتموت او تنضر، يهد البيوت اللي معموله على طرح النهر. انا فعلا بجد انا اتخضيت، انا لما شفت المنظر بالهليكوبتر من فوق انا اتخضيت. ولي الامر معلش اللي بيتعامل مع، انا بعد اذن حضرتك، لما يكون اب عنده خمس عيال، ابوه الاب والام بيعملوا ايه؟ الام طول النهار ترقع بالصوت وتشد الطرحه وتجري بالشبشب ولما يجوا ابوك والله العظيم ويجي ابوهم انا طهقت منكم يا اولاد، ويقوم حاططهم في اوضه وجايب الخرزانه ونازل عجن. ده لو كان ده خمس عيال، اب بخمس عيال، مش بلد فيها مليون 100 مليون، مش بلد فيها 100 مليون، ويا ريتهم اسوياء الا من رحم الله، ويا ريتهم بيرعوا ربنا الا من رحم الله، عندهم ضمير الا من رحم الله، خايفين يقابلوا ربنا الا من رحم الله. انت حضرتك بتتكلم في ناس اركب هتلاقي المشرط تشتغل واتسرقت الموبايل بالفلوس وانت في الميكروباص. احنا معانا مداخله من الزميل الاعلامي روبير، استاذ روبير. الو، صباح النور، منورنا في البرنامج يا فندم. اولا انا بشكرك على البرنامج الجميل الهادف، ربنا يخليك يا رب. وبشكر الاستاذ الكومي، انا يعني انا متابع اللقاء من اوله، حد جميل جدا، شرف لي يا فندم. لا بامانه لحضرتك خبير سياحي وبحكم عملي سابقا في السياحه، حضرتك حد قيمه وقامه، خساره الغربيه ان حضرتك مش هترشح نفسك. وارجو من البرنامج، ارجو من الساده المسؤولين الافاضل ينتبهوا لكلامك جيدا، كلامك محترم. يا ريت. طيب. يا ريت فعلا بجد، يا ريت. والكلام اللي حضرتك بتقوله انا مأيده 100%. يعني ده انا حتى كنت بقوله على صفحات التواصل الاجتماعي قبل كده، وسياده الرئيس وحق ربنا وزي ما قلت ولا بنطبل ولا بنهلل، مش عايزين حاجه من حد يا البير بيه، احنا مش مستنيين حد يدينا حاجه. لا انا عايز اوضح نقطه، الراجل بيقدس لوحده، احنا عايزين نساعد بالظبط، تمام. واحنا مش عايزين نرجع للحزب البائد والحزب الواحد، مش هتنفع كده والله. ما هتنفع للاسف هي راجعه كده للاسف. لا احنا بقى بنطالب، بعد اذن حضرتك مش هطول عليك عشان نوقفك. اتفضل يا فندم. جميل. احنا عايزين ناس زي حضرتك قامه، مش شرط نبقى موجودين في حزب، دولت انتوا خبراء، نستمع لهم وننتبه لهم علشان الايام اللي جايه تبقى ايام حلوه، يبقى احنا بنبني مصر الحديثه يا رب يا رب، زي ما سياده الرئيس بيقول يا رب. وانا بشكركم وبشكر حضرتك وبشكر البرنامج، وميرسي جدا ومش هطول على حضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا شكرا. استاذ احمد، الانسان اللي بيخاف ربنا، انا مش هدعي ان انا راجل ولي ولا انا بخاف من ربنا، لكن يعرف امانه الكلمه. يعني ايه يعرف امانه الكلمه؟ يعني إن انا كنت اسمع ستي الله يرحمها، ستي ام امي، ست ام ابويا يعني مش ام امي، كانت دايما تقول وانا عيل صغير كده، اللي يخاف ما يقولش، او ان خفت ما تقولش، وان قلت ما تخافش.
خلاص اذا وقعت الفأس في الراس. لا 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 انت مقتنع؟ اه مقتنع. قول. لانه لو ما قلتش دي خيانه. انا الساكت على فكره الايام دي في الايام اللي احنا محتاجين للضمائر الصحيه اللي بيسكت ده خاين. يقول لك ده انا ما قلتش حاجه. ايوه انت ما قلتش انت خاين، ده انت كان لازم تقول. صح. ربنا ما بيحاسبش كده والله العظيم، ده احنا لازم نفهم بس موقفنا ايه. فلذلك انا بقول للراجل ده راجل نظيف، نظيف اليد، راجل وطني مخلص، ولكن ماشي في اتجاه هو شايف مصر عايزها تبقى ايه، عايزها تبقى ايه، وكمان يعني هو مش عايزها كمان 5 سنين، هو عايزها بكره. ولذلك هو يعني مبهدل اللي معاه. شوف انا بقول ايه، مبهدل اللي بيشتغل معاه، مبهدلهم بمعنى كلمه مبهدلهم، عن معلومات، مش عشان مش عن كلام هرجله، عن معلومات. ورغم كده احنا بقى فين؟ احنا في وادي وهم في وادي، وهنعرف قيمه اللي بيتعمل ده اللي ما اتعملش من 40 سنه. الناس اللي بيهاجموه ويقول لك العسكر، كك عسكر في دماغك، انت ما فهمتش حاجه، انت ما عرفتش يعني ايه الوطنيه، انت ما عرفتش انك نايم في بيتكم ازاي مغمض وحلو وجميل وبتتفرج على التلفزيون يا حبيبي، ما عرفتش يعني ايه تلاقي لقمه عيش تفطر بيها الصبح وتلاقي رغيف العيش اللي انت بتتكلم عليه وزعلان، ما عرفتش البلاد اللي حواليك كلها. انت هتقول لنا النغمه بقى اياها البلاد اللي حواليك. انا عايزك يا حبيبي، مصر مستوعبه كام لاجئ من سودانيين ومن يمنيين ومن سوريين ومن فلسطينيين ومن عراقيين. يا بيه ايوه احنا عندنا كام وافد جالها من الكويت وجالها من العراق، كام لاجئ يا بيه انت سوريا، رغم ان احنا وجالها من وضعنا الاقتصادي عامل ازاي، ورغم كده عمرنا ما بنقول لحد. انتوا يا جماعه فتحوا عينيكم، اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. هي انا بس انا عايز اوصل حضرتك برضه عشان انا عايز اكون صريح. اتفضل يا فندم. هطلع فاصل الاول وبعد كده انا هقول لحضرتك على حاجه. نطلع فاصل وبعد كده نكمل حوارنا مع الاستاذ عصام. رجعنا لكم بعد الفاصل مع استاذ عصام. بصراحه حوار شيق. بصراحه حوار شيق. والله انتوا بتقلبوا عليا كل ما باجي هنا بتقلبوا عليا المواجهه. احنا معانا مكالمه داخليه الاول نستقبلها. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احمد؟ اهلا بيك يا فندم، عرفنا بحضرتك. والله انت منور البرنامج ومنور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. معاك ابراهيم هلال غربيه. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك يا فندم. غربيه برضو؟ البرنامج بتاعك حاجه كويسه بصراحه والله. الله يخليك يا رب يا فندم. الله يخليك يا فندم. تعبت النهارده والله. ربنا يخليك يا فندم. شكرا لحضرتك. الله يخليك. اتفضل استاذ ابراهيم، اتفضل. السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام وبركاته. انا عاوز اشكر ضيف حضرتك على الكلام الجميل اللي بقوله. اتفضل. واحنا عاوزين كلنا نبقى على قلب راجل واحد ورا سياده الرئيس يا رب، علشان المشروعات اللي بتنعمل دي تتم على خير. حضرتك منين من الغربيه؟ حضرتك منين من الغربيه؟ احنا من كفر الزيات، قريه كفر قشتر. من كفر الزيات. كفر الزيات. طب كويس. كويس. احنا بنأيد سيادة الرئيس وبنساند القوات المسلحة وبنساند الشرطة. شكرا ليك يا فندم، شكرا لكلامك الجميل بصراحة يعني، وشكرا لاتصالك، وان شاء الله تتابعنا ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله بإذن الله. انا بس عايز اتكلم في نقطة. اتفضل يا فندم. لان انا يعني هقول لحضرتك ازاي، ما بحبش التطبيل وفي نفس الوقت ما بحبش الظلم. فالمواطن عليه ضغوطات كتيرة برضو، يعني المواطن بقى عليه ضغوطات كتيرة، هو مصلحته قدام بس هو مش قادر يفهم دلوقتي، بس لازم يكون رفقا بالمواطن شوية. طيب هل الأول أنا كلامي صح ولا غلط؟ كلنا هذا الرجل. بس كلنا هذا الرجل، ولكن أنا هسأل سؤال. حضرتك زوج وأب. تمام. وبتدور على مصلحة ولادك القصوى، انك تحقق لأقصى رفاهية لبيتك ولأسرتك، وان انت تبقى عايش عيشة مرتاحة. صح ولا غلط؟ صح طبعا، كلنا كده. ممكن حد يشك في كده؟ لا كلنا كده. طيب. هل احنا نشك؟ بس انا عايز المقومات اللي تخليني اقدر اعيش. انا هوصل لحضرتك. هل حضرتك ممكن حد فينا يشك ان اللي بيحصل دلوقتي هو ده نفس الهدف بالظبط اللي عايزه الرئيس السيسي؟ لا ما عنديش خلينا انت بتتكلم في الاليات، انا لسه هدخل في الاليات. ماشي. فاحنا الهدف واحد، اذا هنا مفيش خلاف ما بيننا وما بين الحكومه وما بين الرئيس، مفيش عداوه، علشان بس ايه اللهجه والصوت العالي والتطور
في ان انا انا مش عاجبني، لا انا اهد، لا انا اتظاهر زي ما هيحصل زي او أنا نستغل. أنا بتكلم على المواطن الغلبان، انا بتكلم على المواطن وبتكلم بلسانه حاليا، ان هو ما عندوش اعتراض بس عايزها خطوه خطوه، ستيب باي ستيب، مش عايز يبقى كله ورا بعضه. هقول لحضرتك يعني عايز يعيش بس ماشي، اه احنا نتعاون، وهما نزلوا ايدوه يعني، بس احنا نتعاون. هما مين اللي نزلوا ايدوه؟ لما السيد الرئيس طلب ان هم ينزلوا ايدوه في ان هو هيبدا يمسك على نفسه ويمسك على البلد. اه طيب ماشي كمان. الناس نزلت في الشارع ايدته. تمام. بس هو المشكله ان انا برضو انا مش عايز يبقى في ستريس جامد على المواطن، لان مهما كان المواطن خارج من غيبوبه. خلينا اكمل المثل. خارج من غيبوبه. تمام. عمرها سنين. طيب. عمرها سنين. العشوائيات في مصر كانت نسبتها قد ايه؟ انا معاك يا فندم. كانت نسبتها قد ايه؟ انا معاك. تعرف حضرتك عن العشوائيات؟ طبعا انت عارف يعني العشوائيات دي. انت شفت العيشه بتاعت العشوائيات؟ شفتها؟ شفت كم واحد كانوا بيناموا في خوص؟ اه طبعا. مش في اوضه، اه طبعا. في خوص؟ اه طبعا. الاب والام وكم عيل بقى ليهم وبنات بقى ليهم لا لا وبنات ليهم. لا لا استناني بس حضرتك. وثلاجات وغسالات. لا انا قبل ما بقى لهم انا بتكلم. انت عارف ان دول حضرتك دول كلها قنابل موقوته؟ اه. انت تعرف حضرتك ان الجرائم المخدرات والزنا وكل البلاوي السوداء دي بتطلع من العشوائيات؟ من العشوائيات. وكل ده تدمير لمقدرات الدوله. هي مش هي مش قصه ان انا لقيت له مكان ينام فيه، لا ده انا انقذني. انا انا كمواطن انقذني. انا بصرف على الامن قد ايه، وفي الجرائم وتحقيق الجرائم ومنع المخدرات ومنع ومنع ومنع. خطه الدوله ماشي يا فندم. خلينا اكمل بس حضرتك. بس انا بتكلم في نقطه. خلينا اكمل لحضرتك. ليه انا مش عايز المواطن ينفر؟ انا بتكلم ده من باب الحب. طيب خلينا اكمل. من باب الحب. خلينا اكمل لحضرتك. انا مش عايز المواطن ينفر. ان المواطن يقول لك خلاص انا ما بقتش قادر استحمل. انا لو مش خايف على بلدي وخايف على 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 على, على طب ممكن اتفضل. ممكن اتفضل. هنرجع تاني للتربيه. هنلف ليه؟ احنا كل واحد فينا معلي السقف بتاعه قوي، سقف الرغبات. الكلام ده ما يقولوش برضو او الناس بتوع الاقتصاد هيفهموه. بمعنى ايه؟ يعني ازاي انا مقدرتي، انا راجل موظف بقبض 2000 جنيه واذا كانت مراتي بتشتغل ولا ما بتشتغلش انا زيها، واخد بال حضرتك، وعندي عيالين ثلاثه، سقف الرغبات عندي ايه؟ ان اجيب مكيف في كل اوضه. ازاي يعني؟ لا لا مش كده يا فندم. يا فندم لا لا لا, لا, لا مش كده يا فندم. انا لا يا فندم لا يا فندم. انا يعني لا مثلا حد مرتبه 2000 جنيه وحد ووالده ومراته مرتبها 2000 جنيه، ادي كده 4000 جنيه مطالب منه ان هو يدفع ايجار 2000 جنيه. طب هيعيش ازاي بال 2000 جنيه التانيين؟ مين اللي حدد الايجار؟ الحكومه؟ لا مش الحكومه. يبقى احنا حراميه بنسرق بعض. هنرجع تاني. احنا رجعنا للتربيه تاني. احنا الانسانيه عندنا اصبحت منعدمه الا من رحم الله. انا عايز اشكر الحاجه صفاء المنشاوي بصراحه، حد جميل جدا وحد ممتاز جدا وحد بصراحه. الحاجه صفاء المنشاوي اهلا بيها. أهلا. بجد والله. انا ليه؟ لان هي عندها شويه حاجات في مره بتناقش معاها. فعندها مثلا شقه لو هتتاجر، والله لو حد هياجرها مثلا هياجرها ب 5-6000 جنيه. تقول لي ازاي انا هيجي لي قلب اخد منه ال 5000 جنيه؟ ازاي هيجي لي قلب؟ دي واحد في المليون يا فندم. واحد في المليون. وانا قلت لها الكلام ده. طبعا انا بقول لحضرتك. انا قلت لها الكلام. طيب انا بقول لحضرتك. هي عندها رفق بالناس ورفق بال ما بتقولش مثلا لا انا اتاجر في الممتلكات اللي عندي، في الشقق اللي عندي، واجرها مبالغ كبيره. فعشان هي ليها حق عليا ان انا لازم اقول الكلمتين دول. انا ما بحبش اذكر اشخاص. تحياتي ليها على فكره. بس انا ما بحبش اذكر. هبلغك انا. هي اكيد بتتفرج علينا. ربنا يبارك. انا ما بحبش اذكر اشخاص، بس بما اني ذكرت والله وهي جت، والله هي جت بالمناسبه. انا هسال حضرتك سؤال صغير وعايزك تجاوبني عليه. جاوبين عليه يا بنتي. ربنا اسمه الرحمن الرحيم، صح؟ صح. هو رحمن ورحيم قبل ما يخلق الكون والبشر والمخلوقات دي كلها ولا لا؟ اه طبعا. يعني ده صفته واسمه. خلاص. لما جه يعرف نفسه لنا انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. اول ايه في القران بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. صح. ليه؟ علشان ايه؟ هو ربنا هو الرحمن الرحيم بس كده، ولا خلقنا وعايز يشوف ان احنا بنرحم بعض عشان يرحمنا؟ ما قالش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الرحماء يرحمهم الرحمن. طب ده كله معناه ولا الكلام ده يعني بنسمعه في خطبه الجمعه وخلصنا وخلص وطلع؟ هو الخطيب كان بيقول ايه يا حبيبي؟ ها والله تساله ايه؟ اسال اللي طالع الا من رحم الله. برضه هو الخطيب كان بيتكلم على ايه النهارده؟ ها ما انت كنت قاعد بتعمل ايه؟ هو الجمعه دي اتشرعت ليه؟ مش مركز.
الدين بتاعنا اصلا احنا هنتحاسب عند ربنا. ودايما انا اقول ايه، ربنا هيحاسبك على انك ما دخلتش ابنك كليه الطب، ولا هيحاسبك انك ما علمتش ابنك الصلاه؟ لا ما علمش ابنك الصلاه. احنا بندور على ازاي بقى ادخل ابني الجي اي سي، الجي سي سي والاي سي والكنديه والالمانيه والرز على الملوخيه. صح. كل حياتنا كده. صح. صح. ده المقصود. صح. فما حضرتك ما تقوليش لا لا، ده كل بني ادم احنا عمالين نعلي سقف الرغبات، تلاقي العشه اقسم بالله العشه والخوص والتلفزيون الملون الشاشه والطبق راكب فوق العشه في العشوائيات. ابقى اصور حضرتك واوريك العشوائيات، ده معناه ايه؟ ازاي ما انتش قادر؟ ليه؟ ده طلع يا اما بيشحت، يا اما بيسرق، يا اما بيبيع مخدرات، يا اما بيبيع هيروين، يا اما اي حاجه تانية. ده في العشوائيات يا فندم. 50% من شعب مصر. 50% انا بتكلم. طيب ما هو عشان كده هم، مين اللي بيشتكي بقى؟ مين اللي بيشتكي دلوقتي؟ انا مش عايز حد يستغل النقطه اللي فيها. هيفضل يا فندم. ده في كل دول العالم، كل دول العالم. هي مقياس الفقر والغنى بيختلف من بلد لبلد ومن بيئه لبيئه، واخد بال حضرتك؟ فاحنا عايزين نتكلم هنا، انت بتتكلم على مستوى اللي هو الفقر وما تحت الفقر، ولا يسالون الناس الحافا، دي برضو مسؤوليتي ومسؤوليه حضرتك، مش مسؤوليه الدوله. طبعا هي مسؤوليه الدوله، ولكن في الاساس ايه؟ في الاساس ايه؟ انا عايز اقول لك، هي مسؤوليه الدوله يا فندم. لا يا فندم لا، ما لو احنا ناس بنعرف ربنا بجد. طيب. انا حضرتك ادور على، انت قلت حضرتك الرحمين رحمهم الله، انا ادور على المواطن اللي زيي، وصله مش المواطن يا بيه، اخويا واختي. وبنت عمتي وبنت. طيب. عمي وبنت. طيب. عم. طيب. انت عارف حضرتك، هو ربنا لما شرع الزكاه، نسبه الزكاه دي هيبقى في فقير في المسلمين لو هي بتتوزع صح؟ لو توزعت صح مش هيبقى في فقير في الوقت. لكن وبمعنى كده ان احنا ايه، يبقى احنا ما بنوزعش الزكاه صح، يبقى ما بنطلعش الزكاه بتاعتنا صح. بس دي نقطه انا ما اقدرش اتكلم فيها برضه. لا ده لازم ده اللي اتكلم فيه. هقول لحضرتك على حاجه، الدوله المحترمه، الدوله المحترمه، في دول كتيره مش اسلاميه ما فيهاش زكاه، ومع ذلك برضه يا فندم ماشي بيعملوا ايه؟ لا بيعملوا ايه حضرتك؟ تمام. الدول الراسماليه بياخد كم من التاجر ومن رجال الاعمال؟ كم في الميه؟ وبيصرف على الكهرباء، وبيصرف على اللي حضرتك بتتكلم عليه، وبيعمل نظام التامين منه له. هي معنى الحكومه ايه ومعنى الرئيس ايه؟ انا اسف يعني الرمز صح؟ صح. إيه طيب انا ان ما كنتش هلم فلوس او يبقى عندي موارد، هصرف منين؟ هعلم الشعب منين؟ هعالج الشعب منين؟ هرصف الطرق والكباري منين؟ الناس برضو لازم تبقى فاهمه. هو يعني معلش لا احنا عملنا بنيه تحتيه منين؟ ما سالناش نفسنا منين؟ لا على حاجة. بنهاجم بس؟ لا وهقول لحضرتك على حاجه. ماشي. احنا بينا قوة يعني يا فندم. ما هو منين؟ ما انا عارف. انا احنا لو ما كانش عندنا جيش قوي جدا، تسلح منين؟ قوي جدا منين؟ مش كنا بنتريق يا فندم؟ يا فندم مش جالنا فترة تسلح؟ هو جه لقى الجيش مهلهل؟ لا اعتقد. ايوه يعني لما لو ما كانش عندنا قوة في الجيش، جت منين يا احمد بيه؟ تسلح جت منين؟ على اعلى مستوى. اتسلح منين؟ كان بقى فينا الطمع يا فندم. انا راجل بتاع اقتصاد ومحاسب، لازم اقف هنا، لازم دي نقطه مهمه جدا. اتسلح منين يا احمد بيه؟ منين؟ مني ومن حضرتك يا فندم. لو ما كانش الراجل ده عنده رؤيه واضحه، الراجل ده عنده عارف ايه اللي هيحصل قدام. لا احنا كنا قعدنا نتريق على المسترال وعلى صح. انا ما عنديش اختلاف، انا بتكلم في نقطه. انا بس خايف دور المال بقى، المال وراس المال ورجال الاعمال في الدوله ايه؟ هو ده الكلام يا فندم اللي لازم نتكلمه. انا كدوله اشجع رجل الاعمال. ليه؟ رجل الاعمال هيعمل مشروع يشغل 500 واحد، 500 واحد في متوسط اربعه الاسره، واخد بال حضرتك؟ لو كل واحد عمل كده يبقى انت حضرتك عملت ايه؟ قضيت على البطاله. يبقى انت عملت ايه؟ عملت انتاج. لكن احنا فين الانتاج؟ الكلام ده يعني الكلام ده ما بيتعملش بيه، الكلام ده بيتقال بس. مفيش حد بيشتغل، مفيش حد يعني معظم مفيش حد منين بقى؟ من الشعب. معظم الشباب اللي فعلا بداوا، ان حضرتك قلت ان ممكن جزء من الشعب ينفر ويبدا بثوره، وان هم يبداوا يهاجموا الرئيس والكلام ده كله. اكبر مشروع ايه دلوقتي في البلد؟ القهاوي صح. في فعلا ما هو ما فيش شغل، يعني معظم الشغل بالوسائط. لا لا عكس كده ما فيش. لا 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 انا معلش انا اقول لحضرتك على حاجه، انا اقول لحضرتك على حاجه. لا الواسطه تتدخل لما تكوني كفؤه. لا لا والله العظيم لا لا، ما عادش الكلام ده على فكره، ما عادش دلوقتي. هو دلوقتي ما فيش غير الكلام ده. ما عادش دلوقتي الكلام ده. دكتور وابن الضابط ضابط وكل حاجه، يعني ما فيش يعني. هي الحكومه مالها؟ الحكومه مالها؟ برضه احنا بنخلط. الحكومه مالها يا فندم؟ ابن الدكتور يبقى دكتور ما يبقى.
هيبقى دكتور. معلش هو طالع دكتور. الضابط ده لو معلش لو لابس نظاره وعنده استباحه مش هيبقى هيدخل ظابط. مش هيبقى ظابط يا فندم. مش هيبقى ظابط. مش هيبقى ظابط. الجزء اللي فعلا انا برضو كلامي ده. انا كلامي من منطلق ان انا فعلا بجد مش عايز حد يستغل خارجيا ظروف هيفضل يا احمد بيه لازم يستغل. لانه انما احنا ماشيين على الطريق الصح وماشيين على بلا شك على طبعا على فعلا على الطريق الصح من جميع الاتجاهات احنا ماشيين صح. فيما قلنا انا دايما احب اقولها واكررها الانسان قبل البنيان. الانسان قبل البنيان. التربيه لازم اركز على التربيه. التربيه مع التطوير التعليم. التربيه مع 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 بناء الكباري والطرق وتعبيد الطرق. التربيه مع المدن الجديده. يعني انا كنت فايت بالقطر على مدينه العالمين. انا مش متخيل حجم ومساحه مدينه العالمين اصلا القديمه المدينه. فما بالك بمدينه العالمين الجديده اللي بتتبنى على احدث دراسه والواجهه اللي على البحر كلها اتباعت وجايبه ايرادات قد كده زي كل حاجه بتتعمل دلوقتي زي العاصمه الجديده. اه طبعا اللي الناس عمالين يهاجموا. انتوا فاكرين الحكومه دفعت في العاصمه الجديده حاجه؟ الناس عمالين يهاجموا انتوا جبتوا فلوس منين واحنا مش لاقيين ناكل؟ ما انت مش فاهم حاجه. هو ده مش فاهم حاجه. الوقت هو مجرد لا ينتهي بجد والله. كل مره وكل مره برضه بنلحقش. سعيد والله بالوقت اللي قضيته مع حضرتك دوت. ولو كان في وقت اكتر في البرنامج كنت شكرت حضرتك اكتر من كده وكنا اتكلمنا اكتر من كده. اكيد طبعا سعدنا بحضرتك جدا يا فندم ويا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا والى اللقاء ان شاء الله باذن الله في حلقه اخرى. السلام عليكم.